يكسر مناطق زي كده. هذه امور بغض النظر، اخبار ما في اخبار، بطيخ ما في بطيخ، انت الان تشتغل اذا تبغى تشتغل بطريقه علميه وتبغى تفكر خلاص، حاول تستفيد من هذه الاشياء اللي انت تعلمتها والاشياء اللي انت شايفها. لازم نعرف انه نحن منذ ان عدنا الى من مناطق القمه ما زلنا في اتجاه هابط، وهذا الاتجاه الهابط له ابعاد، ونحن بنحاول نجتهد في ابعاده ونعرف ابعاده. اذا تحقق لنا شرط هذا الانحراف، وهذا هو المهم في الموضوع كله. لذلك لو جاء واحد قال والله انا متحفظ، والله انا بصراحه ابغى اروق المنقل، ما نقدر نقول له لا، كلامك صحيح، كلامك منطقي، انت ادرى. يا اخي الناس كل واحد ظروفه، ظروف محفظته، كل واحد ادرى بظروفه، فما نقدر نجي نقول له لا انت كيف كده خواف، السوق طيب، الاسعار. هو حر يا اخي، يمكن هو يا اخي نوعيه الشركات اللي يلعب فيها، او هو انسان مثلا قنوع، هو كذا، هو يا اخي يبغى يتبع التحليل، يبغى يتبع الشيء ده، وهذا من حق. وفي ناس سبحان الله ممكن تكون قاعده في السوق وعندها ملاءه ماليه وتقول لك طيب كيفه، انا عارف انه السوق سلبي، فين يبغى ينزل؟ يبغى ينزل هنا، انا جاهز للشراء. الله يوفقك، روح، انت شايف كده طيب. بس يا اخوان الشيء الغير مقبول ايش هو؟ الشيء الغير مقبول انك انت تعرف انه هذه الاشياء بدات تصير والامور سلبيه، وانت قاعد مشربك نفسك في السوق بامكانيات عاليه جدا، وجالس معاند الموجه. انا اقول الله لا يكتب عليك ضرر، بس انتبه لنفسك، لا توقع فيما وقع فيه غيرك سابق. غيرك زي كده كان بكل سيولته في السوق وكان مشتري باسعار، قال يعني فين يبغى يروح السهم، انا اخذه هذا قاعه سبعه ودعمه 27، شوفوا جاي من 33 والله، ونزل السهم وصار ب 26. لا والله انا كيف ابيع ب 26 وما ادري ايش، والله انا ما، طب عندك؟ ما عندي كاش، بس والله ماني بايع بالاسعار دي، ويعند ويشوف السهم بعد فتره ب 24 وب 23 و22، ويصيبه احباط واكتئاب، ويبدا بعدها يتخبط. هذا اللي انا لا اتمناه على احد، ما اتمناه على احد. لذلك لازم نحن يعني نفكر بصوت عالي في امور زي كده. انا الان احيانا زي ما قلت لكم التحليل الفني مو كل شيء، التحليل الفني لازم يحتاج مقابله اداره، في شيء اسمه اداره ازمه، ماذا ستفعل؟ ليه ما تقدم الخساره على الربح؟ كيف؟ قل في امكانياتك، قل في مكتسباتك الماضية، قل في نوعية أسهمك، حللها، شوف. لا تعاند سهم منحرف عن مساره حتى لو كان انحرافه بسيط، وانت كامل سيولتك. هذول الناس أهم ناس أنا بتكلم معاهم الآن. يقول لك والله شوف أنا ما عندي كاش، أنا كل فلوسي في السوق، وشوف أسهمي كذا، ما عندك شيء؟ طيب لو نزل السوق شوية جاري السوق، يقول لك لا لا خلاص لا كده ما يصلح. إذا شفت مزيد من النزول ما يصلح أنت تقعد تقول أبغى أقفل واللي يصير يصير، لأنه أنت أخاف لا سمح الله أنك توصل لمرحلة تروح تضطر تبيع غصبا عنك في مستويات أنت ما تقبل فيها، أو ترتبش مع الوقت. لذلك أنا أبغاك تحاول إنك كده تفكر كده بعقل وتوزنها، وتحاول على الأقل تتحوط لحاجة زي كده. أنا ما أقدر أقول لك تتحوط بكم، لأني أنا ماني مطلع على محفظتك، ولكن أبغاك تكون يعني مركز لأبعاد الشيء، يعني حاول تاخذ أبعاد حركة سهمك، زي ما كنا قبل يومين بنتكلم بطريقة عملية. طيب انا والله في السهم الفلاني
فين متوقع ينزل لو حصل كذا كذا؟ والله ممكن ينزل من هنا لهنا، هل املك القدره على تحمله؟ ماذا سافعل لو نزل؟ هل عندي كاش؟ طيب لو ما عندي كاش وكسر الدعم الاستراتيجي ماذا سافعل؟ لازم اضحي، لازم اوقف، ممكن ما اوقف بكل، لكن ممكن لازم. هذه الامور اللي انا ابغاكم تفكروا فيها، والله لا يحوج ان شاء الله انه نوصل لها، بس صراحه يعني انا احب اني اتكلم فيها واقولها من باب ايش؟ من باب يعني الحرص على الجميع. انا ما ابغى يجيني واحد بعد فتره من الزمن زي بعض الاخوان اليوم، يعني اليوم تخيل واحد مثلا يعني مره سبحان الله قهرني في سؤاله، ابو محمود انا علي سوسو ب 23 ريال، سوسو يا جماعه ما وصل 23 ريال، سوسو ما وصل، سوسو اعلى شيء جابه يمكن 20 ونص 21 من يوم ما طلع من قاع كورونا. اتخيل هذه الفتره الزمنيه كلها يقول لك علي ب 23 ريال والسهم اليوم ب 15 ريال، يعني مره كبيره، مره كثير. نحن ما نبغى الشيء ده يتكرر معانا. يعني اليوم انا والله العظيم اكلمكم ما عندي ولا سهم احس نفسي مغبون فيه باكثر من 10%. يمكن اليوم قاعد اطل في المحفظه عندي، يمكن عندي قول لانه عندي اسهم انا متوسطاتها من زمان تحت، ومن زمان يعني انا مرتب اموري فيها وكسبان فيها وكذا، لكن عندي شركات ممكن دخلتها حديثا كذا بدات ارتب اموري فيها، يمكن اكثر سهم يمكن العقاريه اللي محسوب علي مثلا ب 15.60 واليوم ب 14.5، يعني فرق ريال يمكن لسه ما كمل 10%. وقول عندي شويه امكانيه ماديه اعدل اسوي. ايوه اكثر من كده، يعني اكثر من كده الواحد يبغى يعيد حساباته، ممكن يعيد حساباته كيف؟ مو ضروري يندفع ويعدل. يعني مو ضروري يغرق نفسه يقول لك والله ما بقي الا عندي هذا الكاش بدي اعدل الان، طب تبغى تعدل الان على اي اساس؟ انت ضامن الارتداد؟ طيب ما صار ارتداد، لذلك وقف. في اوقات معينه الواحد حتى لو ما باع بخساره اذا ما يحس انه بالامان ويحس انه السوق عكس الاتجاه لا تندفع بالكاش اللي عندك، اصبر حتى الامور زي ما يقولوا ايش؟ حتى السكينه يقول تتوقف عن السقوط وتبدا ترتطم وتبدا ترتد وتبدا تشوف اختراق لمسار هابط. انا اليوم قاعد اتكلم عن ايش؟ قاعد اتكلم عن سلوكيات اكثر ما اني اتكلم عن امور فنيه. وضحت رسالتي؟ حديثي كان كله الان من يوم ما بتكلم الى الان كله له علاقه في السلوكيات. انا ما ابغى السلوكيات تكون سلوكيات عشوائيه ما هي مبنيه على دراسه او ما هي مبنيه. حط لنفسك حدود، لا تقبل بالمخاطرة أعلى منها. ليش؟ لأنه كل ما كانت خسائرك أو كل ما كانت انخفاضاتك محدودة سهل تعويضها إن شاء الله مع الوقت، أما إذا استسلمت لها وزادت أكثر وأكثر تتعقد أكثر المسألة معك. لذلك يجب أن تضع لنفسك تكتيك وسياسة. الآن أنا قاعد أتفرج على نموذج أخشى أن يكون في طور التكوين. طيب لو سوقنا ارتد، لو سوقنا فلنفترض أنه ارتد ولم نستطع بقوة اقتحام متوسط الخمسين ومنطقة 8767، شايفين المنظر؟ شايفين المنظر على اليومي؟ أنا رسمت حركة افتراضية هنا الكتف، إنه يطلع السوق الناس تقول ارتد السوق وينزل السوق، فقمت أخذت المسافة قشتها من القمة إلى إذا فلنفترض إنه ارتد السوق، قمنا نحن فرحنا ورسمنا ترند على طول قلنا شوف ارتد السوق من منطقة المؤشر الياباني. طيب بدأ يطلع السوق، إذا ما نخترق مسار هابط ونقتحم مناطق زي 67 وصلنا هنا اختبرنا مرة ثانية المتوسط ولف الطارة ونزل فكسر مرة ثانية ودخل في السحابة، أخذنا القياس من القمة إلى هذه المنطقة بعدين مررنا السهم كده،
نفس الكلام اللي كنا نقوله بين برضو في الويك إند، فين أبعادنا؟ لو لا سمح الله السوق خرج عن مساره الصاعد، فين أبعاد الحركة؟ لأنه نحن مطمئنين كثير من الحركة اللي هنا تقريبا، قلنا هذه كفة الميزان بالنسبة للسوق. ممكن نوصل 200 نرتد، ممكن يعني يبالغوا فيها 8087، في فجوة تاركينها عند 8160. وشوفوا يا شباب بالملي 8160، 161 فيه تصحيح، تعادل منطقة القاب هذا. ايش الصدفة دي؟ ايش الصدفة دي؟ شفتوا منطقة تصحيح 161 فيبو؟ لو كان السوق انحرف فين؟ وقلنا مثلا حقق سوى نموذج زي كده وكسر، برضو معطينا 161 فيبو يتوافق مع الفجوة اللي تاركينها هنا، وممكن تكون هذه حدود يعني على الأقل مناطق التماسيح زي ما يقولوا، في حال لا قدر الله نزل السوق. ترى أنا ما أحب أمشي على النماذج إلا إذا تأكدت، إلا إذا تأكدت، بس أنا أقعد زي ما أنا أرسم على الفريمات وأقول شوفوا السهم في طور تكوين نموذج رأس وكتفين، زي ما تنظر لها في الصعود تنظر لها في الهبوط، تتفرج على إيش قاعد يصير. ترى هنا كان في نموذج إيجابي في الفترة الماضية، كان هنا في رأس، كان هنا في كتف، كان هنا في كتف، طلع وسبحان الله جاب هدف، جاب هدف، جاء اخترق المنطقة دي، جاء اخترق المنطقة دي. فلو جيت انت وقتها رسمت كمان سهم تبغى تقيس الموجة دي، والله الجماعة ما جابوها بس بالملي، بس انهم اكتفوا ب 161 فيه ولفوا الطارة من ولم ينجحوا بالإغلاق على اليوم فوق 931 اللي هي 61 فيبو من عام 2000. شوف الآن نزلوا هنا وهم واقفين عند منطقة مطب 8600، فهل نرتد ونطلع كده بعدين نرجع ننزل وتكون هناك شماعات وأشياء زي كده، أو يخترق السوق ونكتفي؟ هذه كلها أمور تحت المتابعة في الأيام الجاية. أبو ديما ماسك معانا على 90-90، 90-90 كانت هدف النموذج، بعدين تعرفوا إيش هي 90-90؟ هذه القمة شايفينها؟ كم تقرأ القمة دي؟ قبل قمة 2019 9403، هاي طول كم الهاي هنا؟ هذه هي 90-90 هنا في المنطقة دي، هذه قمة 90-90، هذه قمة فرعية، ما هي الرئيسية هنا 9403. هو كان هدف النموذج 90-90 اللي أنا كنت بتكلم عليه قبل شوي. لو نحن طلعنا سوينا رأس وكتفين، قلنا هنا رأس وهنا كتف وهنا كتف، كان النموذج ده لو أخذت القياس بهذه الطريقة يعني من هنا إلينا القمة، بعدين أخذتها سحبت السهم كده، حيوريك انه ممكن يوديك النموذج قريب ال 90-90. هم اكتفوا هنا. طيب هل يبقى الهدف قائم؟ يبقى الهدف قائم ما لم تكسر مسارك الصاعد. طيب انت كسرت المسار، معناه لف الطاره سواق الطاره وقال لك ما عندنا لا هدف ولا بطيخه، اكتفينا بالمنطقه دي. هتقعد فاتح فمك تستنى 90-90. واضح يا ابو ديما؟ فإذا كنت انت باني على موجة سابقة وباين على أهداف محللين سابقين، انتهى هذاك البحث خلاص، اختلفت المعطيات الآن، دحين ما في 90-90. حتى لو ارتد السوق، اللي حيخليني يا جماعة أفكر
في النموذج السلمي. ترى شوفوا يا اخوان، انا بتكلم من باب العلم والتعليم، نحن بنستخدم العلم اللي نحن بين يدنا معاك. الان نحن خرجنا عن الترند، لو نبغى نرجع نختبر ترند مكسور، فين حيكون اختبار الترند المكسور؟ مثلا ما حيكون في هذا المحور ما بين 730 الى 760؟ معناه لما نجي راجعين فيصير عندنا كده اختبار لترند مكسور، شايفين؟ طب انت ما اخترقت المسار الهابط ولا دخلت طلعت فوق الترند المكسور، ها؟ هذه المصيبه انه يسوي كده يرجع فيدخل السحاب فيتحقق النموذج اللي هو المقلوب اللي هو الراس والكتفين. قلنا يصير عندنا هنا راس وهنا كتف، ويصير هنا يبدا شغل الكتف ايش؟ الايسر او الايمن زي كده. برضو يقول لي نبيع مع الارتداد. يا ابو ديما يا ابو ديما يا ابو ديما، نحن بنتكلم، انت ادرى بمحفظتك. ايوه التحفظ مطلوب، انا اكثر من كلمه اقول التحفظ مطلوب، انا ما ابغى اربش احد، انا ما ادري، انا خلاص انا بمحفظتي وعارف ايش ابغى اسوي فيها. انا ما اقدر اتكلم مع الناس اقول لهم ايوه بيعوا ايوه اخرجوا. يا اخي في ناس يمكن متعلقين من زمان باسعار معينه، في ناس يمكن متوسطاتهم طيبه وعندهم كاش احتياطي. انا اكذب عليك؟ والله انا من الناس اللي ما اخرج من السوق مره واحده. ما اعرف شيء اسمه كاش، انا ما اعرف ان شيء اسمه اكيش المحفظه كلها. بس في اسهم اكون مثلا انا توي داخل فيها، احس انه انا والله ما حستفيد شيء منها الان، فاقلب امها كاش. والله انا في سهم قاعد معاه ماسك لي متوسطي، ما اوفر أو اقول يا عمي ما ابغى، خسران منه خساره بسيطه، واقول والله انا عاجبني كم شركه يمكن لو طاح السوق انا اخذ فيها، فخليني اخلي الكاش احتياطي لها، زي ما سوينا مره بين الغاز والبابطين، بين مدري مين ومدري مين، زي كده يعني، زي كده. لازم يكون عندك يعني حركات كده تكتكه تكتكه. اللهم امين واياكم. وما سوينا النموذج، أنا أقول لك إذا اخترقت المسار الهابط هذا، شايفه؟ إذا رسمت ترند كده وقفلت الشمعة فوق الترند بهذا الشكل، قفلت قفلت، معناه لا في نموذج ولا في بطيخ، السوق رايح فوق جو هيد، انتهى التصحيح. لكن إذا نحن ارتدينا وما اخترقنا الترند حتقعد متحفظ. يعني يا جماعة الآن المسألة ما هي مسألة إنه والله بدأ الارتداد خلاص، لا ما هو خلاص، لا لا نقبل بذلك إلين نشوف ترند يخترق. زي ما كان الترند سبب مشكلتنا إنه خلانا نحسب حساب إنه بدأنا ندخل في اتجاه هابط نحو ترند رئيسي، الآن لازم يصير العكس. إيش هو العكس؟ إنه تخترق مسار هابط كده. التحليل الكلاسيكي يقول